ربي وارحمهم. اللهم ربي واحمي بيضة هذا البلد واجعله بلدا آمنا مطمئنا. اليوم احيى اني ذكرى 60 لعيد النصر المستضيف لي 19 مارس 2022. قام السيد الوالي ولايه البويره بتدشين المقر الجديد للقبضه الرئيسيه لبريد الجزائر لولايه البويره، وهذا يدخل في اطار عصرانه قطاع البريد، حيث ان هذا المكتب يولي عندنا 106 مكاتب بريديه عبر تراب الولايه، وثاني هذا المكتب مزود بجهازين للجيشي اوتوماتيك. تم تدشين هذه القباضه وهو مكسب لنا ومكسب لبريد الجزائر، باش نكون ان شاء الله نقدموا اضافات للزبائن تاعنا، ان شاء الله نكونوا في اريحيه، ميم بوليزاجون تاعنا ثاني لازم نكونوا في المستوى ان شاء الله، ونخدموا ونكونوا على مستوى احسن منكم. الحمد لله اليوم بمناسبه عيد النصر تم تدشين البريد المركزي بحي لا سيتي، ونشكر جميع موظفي البريد المركزي بولايه البويره على حسن الاستقبال، والحمد لله مكان استراتيجي راح ينفع المواطنين وخاصه سكان الحي، ونشكر الدوله على هذه المبادره. وبالمناسبه هذه العظيمه يعني اولا مناسبه تدشين القباضه الرئيسيه التي تم تدشينها حاليا بعد دقائق، القابض الرئيسي خبر حسن والمدير الولائي السيد القاسي الذي كان له العمر العمل الجبار الذي قام به، وهذه المناسبة التي تم بها تدشين القبضة بأحسن وتقنيات خاصة في النظام الاي بي بي، يعني القبضة يعني فيها كل العمليات، يعني يجي المواطن الزبون لما يجي القبضة راح الامور تتسهل يعني من كل النواحي، خاصة صاحب دفعة الفواتير يعني الحمد لله، يعني رانا نشوفوا الان قباضة يعني يعني عصرنا وبوسائل حديثة جدا جدا متطورة.